يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس من عام 2020 على وقع عرقلة مستمرة للتحقيقات. الانفجار مثل أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 7000 آخرين وخسائر قدرت ب 15 مليار دولار. ورغم هول الانفجار وتداعياته، إلا أن التحقيقات بالانفجار متوقفة الآن بعد إطلاق سراح جميع الموقوفين في الملف وتحويل القاضي طارق البيطار من محقق عدلي بالقضية إلى مدعى عليه ملاحق بتهمة اغتصاب السلطة. ولم يسجل أي تقدم في التحقيق المحلي في ظل الحماية التي يحظى بها المدعى عليهم وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين من الاستجواب القضائي. وتؤكد منظمات دولية ومحلية أن هناك سعياً من قبل السلطات لحماية السياسيين والأمنيين والموظفين الرسميين المعنيين بالاستجواب والملاحقة القضائية والتوقيف، علماً أن منظمات دولية وثقت أخطاء وإغفالات ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نترات الأمونيوم منذ وصولها إلى مرفأ بيروت على متن سفينة روسوس في عام 2013 وحتى وقوع الانفجار وتقاعس هؤلاء عن حماية الناس. وفي ظل هذا الإمعان يطالب أهالي الضحايا بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق وتحقيق العدالة.